قالت عائشة رضي الله عنها: هو الرجل إذا أصابته مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى. يقول: ما معناه وكيف يكون معناه والله عز وجل أخبرنا أن المصائب من عند أنفسنا؟ عند أنفسنا سبب، وأما الذي قدرها فهو الله، ما هي بأنفسنا اللي أوجدت المصائب، أوجدها الله بقضائه وقدره، لكن أنت سبب. نعم.